السلام عليكم. ما زلت لحد اللحظة دي بتعلم من أساتذتي الكبار اللي تربيت على أيديهم يعني إيه التزام. التزام مهما كان اللي حصل لي. الفقرة دي معايا فيها أستاذ من أكابر مهنتنا، أستاذ عظيم، أستاذ شرف لأي حد إنه بس يتصور معاه. إداني النهاردة درس كبير في كيف يكون الالتزام حتى لو على حساب صحتي. أنا في حضرة العظيم الكبير أستاذ فاروق فلوكس، اللي حالته الصحية دلوقتي ما تسمحلوش يقوم من تحت البطانية بتاعته. ربنا يديلك الصحة والعافية يا أستاذنا يا كبير يا عظيم. أنا ممتنة لوجودك، وأنا الحقيقة بسألك أنت جيت ليه وأنت تعبان؟ وأولا شكرا على ما قلتيه، ولكن هو مش شرف ليا برضو أن أجي أقابلك قدام شاشة التلفزيون في عمل أنت تقومي بيه وأنا اديت فيه كلمة. شرف كبير. ده أنت اللي مشرفنا والله العظيم. أنا أول ما شفت الأستاذ قلت له يا أستاذ أنت جيت ليه؟ قال لي عشان التزمت. قلت له يعني الفنان المسرحي عنوانه الأساسي الالتزام. يعني أنا واحد من الناس في سنة 70 والدتي الله يرحمها توفت على إيدي في البيت لا إله إلا الله، ألف رحمة ونور. الساعة 5:15، وكان عندنا مسرح الريحاني بنعمل سنة مع الشغل اللذيذ. أيوة. وكنا بقالنا 13 يوم عرض. أقول يا أصحاب الفرقة نقفل، قلت لهم إزاي وقد كان عملوا إجراءات اللازمة وهندفنها بكرة، وأنا رحت عملت السوري. يا نهار أبيض، الناس ما بتصدقش. فالفكرة ذنبه ايه الحائط الرابع ده اللي جاي قاطع تذكرة ومشترط ان يشوف الرواية. المهم شوفي الموقف بقى، عايز احكي لك الموقف ده من ناحية الزملاء. انا كنت عامل ولد ابن امه وخطيب ليلى طاهر. ايوه. فهما كانوا مسافرين وانا جيت، فبيقولوا لي مع السلامه يعني، فكل واحد يقول لي سلمني على امك مش عارف الجمله يعني. يعني بيلمسوا الجرح او بيدوسوا على الجرح ازيد. وهو يعني ده كلام بنقوله كل يوم كنا يعني. بس في الموقف ده وحضرتك الوالده متوفيه في البيت ولسه ما اندفنتش ولا واحد قال كلمه. يا حبايبي رفضوا. الأستاذ عادل كاسب، الأستاذ ابن سعفان، مدام ليلى طاهر، الأستاذ أبو بكر عزت اللي اكتشف فيا الموهبة، حبيبي الله يرحمه، كل هؤلاء خرجوا من غير ما يقولوا الإفيهات العالية بتاعتهم. أيوه. وبعدين لما جينا في التحية في الآخر حطوني على جنب كده قالوا لي المفروض أخش أول واحد. أيوه. يعني طبقا للتقاليد المسرحية يعني. حطوني على جنب ودخلوا، وبعدين دخلوني في الآخر خالص. فما دخلت أنا استعجبت يعني، والناس استعجبت. أيوه. فوقف المرحوم الأستاذ إبراهيم سعفان كده نحيادي والأستاذ عادل كاسب الله يرحمه كده. الله يرحمهم جميعا. وقالوا لا تحسبن أن حياة الفنان طبل وزمر، ولكن فيها ما فيها بما يجعلها حياة صعبة وقاسية. حبيبي وقال الفنان فاروق فلوكس سوكسي طبعا حصل له كذا. اه شوفي بقى الحائط الرابع ده عمل فيا ايه. اه المهم الحمد لله عدت الليلة تحيتي خلصت وانت استرت افرته واغمى عليا وشالوني وكده يعني. يعني انا حاسه بحضرتك يعني. لا انا بحكي لك موقف من سنة 70 بس الام، فانت ده عينيك حضرتك مدمعه دلوقتي. لا عايز اقول
شوف الزملاء، طبعا شوف المناخ، ده اللي انا عايز اقول عليه. انت اتربيت في ده. تاني يوم واحنا بندفن والدتي، واقف على شمالي صديقي العزيز الضيف احمد الله يرحمه، الله يرحمه، والاستاذ عادل كاسب على يميني الله يرحمه، والضيف كان عارف حبيب والدتي جدا. ايوه، وعارف النظر ضعيف، ايوه، فشال من عندي النضاره وهي نازله القبر يا حبيبي عشان ما تشوفش الموقف ده. صديق، انا بس دايما بشيل مصحف في جيبي، شلته وقريت لقيت الصور، الكلام واضح. هذه هي الصداقه، وهذه هي الزماله، وهذه هي المحبه، وهذه هي. وحضرتك علمتني النهارده درس. انا شايفه حالتك والناس كلهم اكيد شايفين حاله حضرتك. انت ليه نزلت يعني؟ يعني انا ما والله اقدرش يا هانم، ما اقدرش، ما اقدرش ما اجيش. معاك عذرك يا استاذ، والناس كنا هنعتذر لناس وناس هتقدر. لا معلش. وبعدين بقى الحياة مشيت واستمرت والحمد لله على كل شيء يعني. والالتزام في المسرح أكثر من الالتزام في الجيش على فكرة، ايوه، والالتزام في مواعيدي مع حضرتك ومع أصدقائي في هذا المضمار مهم جدا، لأنه ده مكان لازم نديله كل الاحترام. بس يعني احنا مجرد برنامج، وانا مجرد يعني انا بنت حضرتك طبعا، يعني انا زي يسر وزي احمد، انا عارفه انت عزيزه عندي جدا والله عالم. عارفه عارفه يا حبيبي، وحضرتك ليك من المعزه الكثير، مش في قلبي انا بس، في قلب كل جيلي والاجيال اللي قبلي واللي بعدي. احكي لك حاجه لطيفه. اتفضل. في واحد من المطربين اللي هم شالوهم من ال 19 واحد بتوع مطرب المهرجانات دول، ايوه مش فاكر اسمه، ايوه، فكتب على البوست عنده هو يعني مشهور، بسم الله حلو. هو زي ما لا سيبيا تمام، هو زي ما تقولي عنده فجومي شويه. ايوه، فقال له يا هاني شاكر انا مش خايف منك ولا من فاروق فراوكس. طب وانت مالك؟ انت ذنبك ايه؟ يا ابني ده ارجعين جنبك. انا مالي؟ لا يعني ده مالي ومال الغنى اصلا؟ ايوه، ده انا حتى بخاف اغني لنفسي. لا ازاي بقى؟ والله ما ده انت صوتك جميل وقمر. الله يكرمك ويخليك يعني، وجان عظيم ولسه زي القمر زي ما انت. بيقولوا لي كتير كده من كل البنات بيقولوا لي كده. لا والله يا حبيبي انت قمر، وكفايه تاريخك العظيم. انت كمان مهندس يا استاذ، انت مش مجرد ممثل حب التمثيل، انت دارس هندسه، ومعلوماتي ان انت عندك اضخم مكتبه موجوده عند حد في مصر. لان كمان بيقولوا لي ان مفيش، انت ما عندكش مكان ما فيهوش كتاب. لدرجه ان انت الشقه عندك مش مكفيه كم الكتب العظيمه اللي عندك. ولا شقه بنتي اللي انا قاعد عندها برضو. انت خدت الكتب معاك كمان عند يسر؟ ما هو كل شويه في جديد. انت لحد يا استاذ معقوله حضرتك بتشتري كتب لحد دلوقتي؟ امال ايه بنتي بقى وابني؟ ربنا يخليهم لك. هقول لحضرتك القرايه ممنوع، القرايه واسعه المدارك، مش بقرا بس في المسرح او بس في السينما او في الموسيقى او في الادب او في الدين، بقرا في التاريخ، بقرا الادباء، بقرا يعني عليك انت اعلام ان انا قريت موسوعات تاريخيه. موسوعات؟ طبعا. ده دلوقتي لو اقول ايه بس، انت رايك ايه في يعني؟ طبعا يعني مش بعمم، اكيد في فنانين في الوقت ده اكيد مثقفين يعني، لكن يقول لك ده ممثل كوميدي يقرا ليه؟ اقرا ليه؟ عشان لما اجي اقول نكته او افيه على المسرح ما يجرحش حد. الله، ما يجرحش حد طبعا. دي عظيمه جدا. يعني انت حضرتك بتشوفي ارتيست فنانين كويسين
وانا احب اوجه الشكر لاشرف عبد الباقي انه يحاول يطلع شباب. ده شهاده لاشرف عبد الباقي، ده شهاده عظيمه لاشرف عبد الباقي. يكتر الف خير ويعمل اللي عليه واكتر، ويجيب الناس للمسرح تتفرج. ايوه الناس نزلت فعلا، الاسر الاسر المسرح اشرف عبد الباقي، الاب بياخد ولاده وزوجته ومن غير ما يكون ويكون متاكد ان مفيش خدش حقيقه. مش كده؟ ايوه. طيب شيء جميل جدا. ورايك ايه طيب في النجوم اللي اشرف عبد الباقي يعني هو السبب في وجودهم، حتى لو هم دلوقتي مش موجودين في مسرحه، بقى كل واحد بطل طبعا يعني. طبعا دي طبيعه الحياه على فكره. هم لو التزموا في حدود الادب هيبقوا احسن مننا. معقوله يا استاذ؟ مفيش حد احسن من حضرتك. لا 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 لا، ده جيل جيل، ما احنا كمان استلمنا من احنا. عايز اقول لحضرتك احنا كنا الجيل اللي قبلنا شويه يعني كانوا مواهب فقط. مواهب فقط. يعني ايه مواهب فقط يا استاذ؟ يعني عبد الفتاح القصري كان ايه؟ صح. زينات صدقي كانت ايه؟ يا سلام. ستيفان روسي كان ايه؟ يا سلام على العظمة. خدي بقى من ده كله، محمد شوقي كان ايه؟ ايوه. عايز اقول لك ان دي ماري منيب. يا سلام. انا مش عايز انسى حد يعني. ايوه. هؤلاء الناس كانوا كتلة ضخمة جدا من المواهب. بعديهم بمرحلة صغيرة قوي زمالهم فنانين من معهد التمثيل الليلية. كان معهد التمثيل في الأول ليلي. أيوة. وكانوا أغلبهم موظفين. أيوة. تلاقي بعد ذلك خريج الجامعة بقى وخريج المعاهد أيوة. خريج الجامعة طبعا لما تجيبيه يقعد مع حد من دول شيء جميل، بس صعب على انهم يتوافقوا او طبعا طبعا. فاحنا يعني الجيل بتاعنا وهم كثروا يعني تعبوا شويه في بدايه حياتهم مع قدام الممثلين، مع ان القدامى كانوا ناس محترمه جدا طبعا وناس جيده جدا. بص يا استاذ، انت بتعلمني درس تاني دلوقتي، انك ما بتنساش اساتذتك، وزي ما بتحترم يعني انا مين، انا اقل بكتير من ان حضرتك تشرفني، وانت كمان في 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 يعني صحتك يعني حاسس ان انت كان المفروض تستريح بالنيابه عني وبالنيابه عن المخرج وبالنيابه عن فريق الاعداد وبالنيابه عن القناه. احنا ممتنين لوجودك معانا وبنشكرك وكتر الف خيرك، وارجوك يعني انا لو والله لو ما هكمل هوا كنت جيت بنفسي. لا، في حاجه مهمه. اتفضل يا فندم. اتفضل. بالنيابه عن الاستاذ حسن الرداد اشكره على انه طلع لنا عمرو يوسف. حسن الرداد طلع عمرو يوسف. هذا ما قاله ومسجل عليه. حسن الرداد قال انا طلعت عمرو يوسف. هل هذا يعقل؟ ما سمعتش يا فندم. هل هذا انا سمعته. هل هذا يعقل ان فنان يقول انا طلعت فنان؟ ما اظنش يا فندم، ممكن يبقى خانوا اللفظ يعني. انا ماليش دعوه. انا بشكره كمان انه خلاني اجي برنامج ارد عليه لانه عيب. هو كانوا اشتركوا سوا في مسلسل انا ماليش دعوه راحوا جم منين. لكن الفنان اللي بيطلعوا ثلاث حاجات والرابعه مهمه جدا، انه اولا يبقى ممثل ويختاروا المخرج. ايوه. ويختاروا المنتج ويختاروا المؤلف. فوق كل ده القبول بتاع ربنا ونعم بالله. طبعا طبعا. حد يختلف في قبول الناس لعمرو يوسف؟ لا طبعا. عمرو جميل. وانا ما اعرفوش على فكره خالص. انا بدافع عن مبدا. ايوه يا فندم. ايوه. انا اظن يعني طبعا حضرتك ليك كل الاحترام، بس انا اظن ان يعني ممكن يبقى التعبير خان حسن، ان حسن كمان من الزملاء المحترمين. انا ما عدتش فيه، بس بقول لك انت رافض ان يبقى يعني تقول ان حد من نفس الجيل يقول انا. ايوه. وبعدين انا عشان كده
ببقى سعيد جدا لما واحد يقول لي انا الحمد لله وقفت قدام الاستاذ عادل امام، انا لقيت حاجه تانية ولقيت انسان عظيم الاستاذ عظيم. النجم يا حبيبي، بنديله الصحه. ببقى فرحان واحد من جيلي، الاجيال دي كلها بتتعلم على رجليه، يعني ده شيء. ومع ذلك ما اعرف، ما عادل ما قالش على اي حد انا طلعت لا ده استاذ عادل ده نجم نجوم العالم العربي وحضرتك. يعني ما قالش ان انا طلعت فلان وجبت فلان. انا رايي يعني، لا رايك يحترم وفوق دماغي. انا النهارده ما كنتش جرح حد، لكن لا يا فندم استحاله، حضرتك بمنتهى في منتهى يعني، كفايه كفايه وجودك معانا ده تشريف لبرنامجي والله، ان انت موجود معايا. وكتر الف خيرك وفوق دماغي مجيتك، فوق دماغي. وسلامي اليسر وسلامي لاخويا كمان احمد فلوكس، يعني يوصل ان شاء كل الله. التحيه. عارفه يسر دلوقتي بتحضر دكتوراه ما شاء الله. يسر يعني يسر صاحبتي وحبيبتي وصديقتي، ومبروك يا حبيبتي مقدما الدكتوراه، وربنا يا رب يكرمك في اولادك في ابنك، ويخلي لك بابا ويخلي لينا احنا كمان، لان احنا لينا في بابا كتير. شكرا يا فندم، بشكر حضرتك جدا جدا، شرفتني وانستني. وابنها يوسف على فكره السفير اللي هو بيدرس في مدرسه الماني ما شاء الله، استدعاه السفير علشان يشكره على انه نابه وانه ما شاء الله. يوسف يعني يا رب كده شرفنا في كل حته في الدنيا يا حبيبي، وربنا يخلي لك جده. شكرا جدا يا فندم، اشكر حضرتك. تحت عمرك. للاسف الفقره خلصت وانا يعني شديده الامتنان. انا كده مش ما شبعتش ولا انا ولا لا، ده انا هاجي لك بقى، هاجي لك نقعد بقى عند يسر كده نقضي باذن الله. شكرا يا حبيبي، الف شكر. الله يخليك. خلصت.